تبدأ استعدادات اللبنانيون هذا العام مثلهم مثل المسلمين في جميع أنحاء العالم، حيث تتزين شوارع المدينة باللافتات والفوانيس والعبارات التي ترحب بقدوم شهر الخير والبركة. كما تتلون واجهات المحلات بصنوف الحلويات الشهية، وتكتظ الشوارع بالناس لابتياع الخضار والفواكه وحجز طواسيهم الخاصة لهذا الشهر، رغم ما تشهده الأسواق من ارتفاع حاد بالسلع الغذائية حسب أغلب المواطنين.